لكن احنا بقى عشان نعرف اكتر معانا الكابتن فوزي فضالي، واحد من نجوم الزمن الجميل، واحد من اصحاب الخبرات العظيمه مع النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره اليد. يكلمنا بقى عن مستوى منتخب الشباب الحالي، وهل ممكن نحقق الانجاز مره تانية بالفوز بالبطوله ولا لا. كابتن مساء الفل يا كابتن فوزي. مساء الخير يا كابتن عبد الرحمن. يعني منورنا شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين بقى ناخد رايك كده في تاهل منتخب شباب اليد للمربع الذهبي في بطوله العالم. اولا انا سعيد بالمداخله في هذا البرنامج الجميل قناة النادي الأهلي. ثانيا بتوجه بالمباركة لجميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الألفي والمدرب العام كابتن وائل، والحقيقة مبروك ليهم جميعا، إنجاز عظيم. الحقيقة ما كانش متوقع قوي للعمر الزمني دوت اللي هم مواليد 2004 إنهم يوصلوا إلى هذه المرحلة، لكن الحقيقه انا شايف اصرار، تابع المباريات كلها تقريبا بتاعتهم، شايف اصرار عظيم من الفرقه، شايف ان في تخطيط كويس سواء اداره واداره كويسه من على الخطوط، ويمكن دي هي اللي قربت الفرقه الى المربع الذهبي اللي ان شاء الله نتمنى ان هم يسعدونا بنتيجه تسعد شعب مصر. طيب هل تتوقع وصول الفرقه للنهائي والتتويج باللقب ان شاء الله؟ يعني بص، هو كل مباراة يبقى دايما ليها ظروفها، وكل مجموعة انت لما تنتقل في الهاندبول من مرحلة لمرحلة كل مرحلة بيبقى ليها ظروفها تماما. يعني انت في البداية خالص في المجموعات كانت المجموعة بتاعتك سهلة نسبيا فقادر تتفوق فيها، لما رحت بعد كده للمجموعة الثانية بقى في درجة صعوبة أعلى شوية، النقاط اللي أخذتها معاك من المجموعة الأولى ساعدتك. دلوقتي خلاص احنا بنلعب في منطقة اللي هي مش خروج المغلوب، لان خلاص انت بتلعب من الاربعة الاوائل. بالنسبة لتوقعاتي انا الشخصية عن المباراة الجاية، طبعا دلوقتي انا لسه بتابع مباراة الدنمارك والبرتغال اللي هتبدأ يعني كمان 10 دقايق او اقل من 10 دقايق، انت هتلاعب الكسبان منه. اعتقد ان فرصتنا هتبقى كبيرة ان شاء الله، سواء الدنمارك او البرتغال. احنا لعبنا الدنمارك مباريات وديه وعملنا معاهم مباريات ممتازه جدا، وهم كسبونا ماتش واحد كسبناهم ماتش في حدود معلوماتي. لكن البرتغال فرقه من الفرق اللي في الاعمار السنيه الصغيره تبقى ثقيله جدا. اي واحد فيهم هيوصل معانا للمباراه ديت اعتقد ان مش هتبقى مباراه سهله، لكن ولادنا اعتقد ان هم قادرين على ان هم يحققوا لنا كل الطموحات. عندي سؤال في ذهني كده دايما ببقى متردد وانا بساله، بس هساله بما ان حضرتك معايا. يعني ليه منتخبات البنات او ليه ما عندناش منتخبات بنات بالقوه اللي فيها منتخبات الشباب دي، وليه اصلا منتخبات البنات ما بتشاركش في بطولات الهاندبول الدوليه والافريقيه؟ يعني هو الحقيقه احنا جالنا دروب عالي وفتره طويله جدا في منتخبات البنات، وكان عندنا فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، وكان تم التركيز على منتخب الأولاد اللي انت بتشوفه النهاردة سواء من منتخب الناشئين أو منتخب الشباب أو منتخب الرجال، هو حصاد فوق العشرين سنة من العمل. الحقيقة بالنسبة للولاد الولد يقدر يقعد في معسكر 5 أيام أو 3 أيام وبعدين يرجع للنادي بتاعه يشترك في المنافسة وبعدين يرجع تاني للمعسكر، وبعدين يقدر يسافر لاحتكاكات كتيرة. أعتقد إن الفرصة دي ما كانتش موجودة قوي للبنات. لكن مش معنى كده إن أنا حزين إن ما يكونش فيه في مصر منتخب سيدات، لكن بقول إن عندنا فرصة كبيرة جدا. عندنا 3 أجيال متتالية اللي هم 2002 2004 و2006 اللي لسه بيدخل دلوقتي وبيبدأ يعد من دلوقتي. عندنا الأجيال الثلاثة دول مع مجموعة من اللاعبات في مواليد 2000 نقدر نعمل فيهم نواة منتخب سيدات قوي. لكن المشكلة اللي هتفضل تقابلنا، هل الناس هتتحمل إنك أنت في فترة الإعداد ديت أنت ما عندكش الاحتكاك الخارجي؟ عشان تعمل الاحتكاك الخارجي ده معناه فلوس كتيرة، معناه إنك بتصبر، مفيش النتائج مش هتيجي من أول وهلة، عبال ما اللاعبين بتبدا تاخد على الليفل دوت. محتاج تاسس طبعا، هيتم تاسيس بنات بشكل ان هم يقدروا يشاركوا، فبالتالي هيبقى في الاول صبر عليهم فتره طويله طبعا. يعني ده مين هيصبر؟ ما احنا في مصر للاسف الشديد لا الصحافه بتاعتنا بتصبر، لا الجماهير بتصبر، لا يعني كله متصور انك انت كسبت بطوله افريقيا،
ناشئات وكسبت بطوله افريقيا شباب، يبقى انت المفروض تكسب بطوله افريقيا سيدات. لا لا، صعب دي حاجه جدا. ودي حاجه يعني صعب، المسافه بعيده شويه. انما بقول ان احنا في نقطه بدايه دلوقتي، العمل اللي بيتعمل دلوقتي مع قطاع السيدات هو عمل جيد جدا، علينا الصبر عليه عشان نقدر يكون بعد 5 سنوات يبقى عندنا فريق كويس يستطيع ان هو يمثلنا بشكل مشرف في كاس العالم. مش هينافس، هيمثلنا بشكل مشرف في كاس العالم. اولا كلام مهم جدا من حضرتك كابتن، وفعلا احنا انا نفسي يبقى فيه، لان احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى، وفي دلوقتي اداره لكره اليد على اعلى مستوى، فنفسي نستغل ده في ان احنا نعمل فرق بنات كويسه تشارك في البطولات. لكن انت حضرتك لفت نظر نقطه مهمه جدا، ان هي عايزه صبر وعايزه امور ماديه كتير جدا جدا جدا. يعني هي كانت مداخله جميله جدا، وانا بشكر حضرتك جدا عليها كابتن، متشكر جدا لوجود حضرتك معايا.